السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتجينا شي أحداث في الحياة اليومية ديالنا أو في مراحل من حياتنا أننا نتعرضوا لواحد انتكاسات أو اختبارات أو ابتلاءات اللي نتعاملوا معها بشيء واحد اللي هو الصبر. وهذا الصبر هذا قد ما طال سبحان الله العلي القدير قد ما الإنسان تيحس براسه يستنزف، يعني تيدوب بالدارجة المغربية، يستنزف يعني صحيا ونفسيا وماديا احيانا، وتلقى راسه انه تدوز واحد المده طويله من حياته هو تدور في نفس الفلك اللي هو فلك الصبر. مع العلم ان في كثير من الاحيان الانسان اللي تيكون تيقرا الحياه ديال الناس اللي سبقوه ولا تيعيش التجارب ديال الناس اللي كاينين في هذا الزمن هذا اللي تيدوزوا قدامه، تلقى ان كثير من الحلول تتكون بجانبنا ولا محتاجه غير واحد الالتفاته، انه ماشي بالضروره نبقاو دائما نسلحوا بالصبر في التعامل مع المشاكل ومع الابتلاءات بقدر ما اننا خصنا احيانا نبدلوا غير الوجهه كيف ما بغات تكون، سواء يعني في العلاقات او في المعاملات او في انواع العمل او اي شيء. وهذا الامر هذا يعني اكثر ما تحتاج ان الانسان يتنازل على لباس الصبر والخوف. احيانا الصبر لمده طويله يملك الانسان الخوف فيه وتيولي واحد تيولي دائما هو خايف انه يبادر للتغيير، واحيانا يؤدي به الانتكاسة. والاصل انه خصو تكون فيه الشجاعه والمبادره من اجل التغيير ويقلب الوجهه، لان الله عز وجل قد ما تيشوف فينا اننا تنجتهدوا من أجل أننا نبدأ صفحة جديدة، ومن أجل أننا نبحث عن الحل، ومن أجل أننا نحارب هاجس الخوف من الفشل والخوف من عدم الوصول للحل، إلا وتيسر لنا الأسباب وتعاوننا وتوصلنا لذاك المبتغى اللي هو تينتظرنا. يعني قد ما احنا تنتظر الحل راه حتى الحل تينتظرنا وتتسنى منا غير نوضو نقل نديرو بدايات، وتقدر تكون ماشي بداية واحدة ولا جوج ولا ثلاثة، يقدروا يكونوا بزاف الاجتهادات وفي الأخير عاد تتوصل. فالإنسان دائما اللي يتلاقى مع ابتلاءات في حياته ولا مع مشاكل ولا مع انتكاسات يحاول ما يوقفش وما يلتزمش غير بالصبر فقط، وبقدر ما يلتزم تكون عنده واحد الشجاعة في المبادرة للتغيير. بعض الأحيان نكون محتاجين فقط أننا غير نوضو من بلاصتنا ونقلبو الوجهة ونقلبو الفكرة ونغيرو إلا ربي سبحانه وتعالى تيسر الأمور كامل. احنا في هذه الدنيا محتاجين غير نلتزموا باليقين والتوكل على الله بشكل قوي، وكذلك بإتقان الأسباب وتنويع الأسباب وعدم الجلوس وعدم يعني الانهيار، ودائما نجتهدوا من أجل النهوض، أن النهوض واحد النهار غنوصلوا بإذن الله. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.